اهلا بحضراتكم مرة اخرى. طبعا الحدث بتاع امبارح مش ممكن يعدي كده بسهولة، لازم نتوقف عند بعض الارقام اللي قيلت على ألسنة سواء كان سيادة الرئيس او رئيس الوزراء او بعض الوزراء اللي كانوا حاضرين امبارح، ونتكلم شوية عن الصعيد، لانه الفترات اللي فاتت كان اعلى نسبة في مصر كلها كان في الصعيد نسبة البطالة، وكان في مشكلة كبيرة بأنه الشباب بيتخرجوا بيدور على فرصة عمل بتبقى موجودة أكتر في القاهرة يعني المدن الكبرى زي اسكندرية مثلا أو القاهرة أكتر، فبيبقى فيه هجرة من الصعيد. فإحنا كده أمام مشكلة، والمشكلة دي كانت معقدة ومركبة عبر عقود ماضية. امبارح كان في مكاشفة وكان في افتتاحات. خلونا نرحب بضيفنا الكريم الأول في الاستوديو، سيد أستاذ علي حمزة نائب رئيس اتحاد المستثمرين ورئيس جمعية مستثمري أسيوط. صباح الخير يا فندم. صباح الخير. أهلا بحضرتك. كيف تقرأ امبارح الافتتاح الخاص بمجمع البنزين في أسيوط، ومدى استفادة الصعيد من هذا المجمع؟ طيب خليني بس أقول لحضرتك قبل مجمع البنزين احنا ده عدة افتتاحات من أهمهم برضو مجمع البنزين، ده بيلعب دور قوي جدا في التنمية في محافظات الصعيد وخاصة في محافظة أسيوط، سواء احتياجنا من المواد البترولية صحيح. سواء مجتمع مدني أو صناعة لازم تحتاج المواد البترولية لأنه كان نقلها مكلف جدا الحقيقة ومؤثر على الطرق صحيح، وتوفيرها كان أقل. نمرة اتنين تشغيل عدد كبير من الشباب، وده احنا اللي دايما بننادي بيه، فكانت افتتاحات السيد الرئيس امبارح كانت مشجعة جدا لأبناء الصعيد الحقيقة. نعم. ولصعيد مصر اللي هو عانى زي ما حضرتك بتقول من التهميش عقود. نعم. وفقد الأمل أبناء الصعيد، فقدوا الأمل في التنمية، والمستثمرين فقدوا الأمل في الاستثمار في صعيد مصر نظرا لإغلاق عدد كبير من المدن وجزء كبير من المدن الصناعية نتيجة عدم وجود عوامل تساعد على تأهيل مناخ الاستثمار. إيه هي العوامل بشكل عام في الصعيد ما هو التي تساعد على استمرار يعني عجلة التنمية وبقاء الشباب اللي بيتخرجوا من الصعيد بقائهم هناك ويشتغلوا هناك؟ طيب لو احنا اتكلمنا انه لو انا عايز استثمر في الصعيد وعندي مدن صناعية عايز استثمر فيها وما عنديش عوامل استثمار تتمثل في الطرق، نعم، المواني، الكهرباء، المواد البترولية اللي بتكلم عليها، نعم، الـ 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 الحوافز اللي تقدم للمستثمرين سواء اقراض او 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 زياده راس مال العامل، نعم، فكل ان ده مش روتين كان موجود، كل ان ده يبقى متوفر فثق تماما هيبقى ما فيش استثمار ولا تنميه لا مستثمر مصري ولا مستثمر اجنبي. صحيح. رغم انه الصعيد فيه خيرات كتيره جدا وفي موارد طبيعيه جدا وفي مواد خام تقدر تقوم عليها صناعه وفي ايدي بشريه متوفره ممكن تشغل عدد كبير من شباب مصر، وانما اتجاهات السيد الرئيس واتجاهات الدوله والاراده السياسيه للدوله الحقيقه عطت امل للصعيد وابناء الصعيد ان هم فعلا بلاش الهجرة الخارجية والهجرة الداخلية، بلاش انتوا خلاص احنا في تنمية حقيقية ملحوظة وملموسة، لازم تفكروا تشتغلوا. الحاجات دي دفعة قوية للتنمية، وبعدين جت حياة مبادرة حياة كريمة صحيح. الحقيقة من المبادرات المشجعة جدا جدا وبتعطي أمل لأبناء الصعيد ان هم يعيشوا حياة كريمة في قراهم ومحافظاتهم. عايز اقول لك انه 70% من الحضر في صعيد مصر مركز في الأرياف وليست في المدن، وكون أن الأرياف تكون غير مؤهلة لأن الإنسان أو الشاب أو المجتمع في القرية يعيش حياة غير آدمية، ده صعب جدا غير آدمية يعني غير آدمية يعني ما هو أنت لما تكون المية غير صالحة للاستخدام ما هذا غير آدمية صحيح. لما تكون مش متوفرة عندي أي خدمة مستشفيات هتبقى غير آدمية يعني أنا دلوقتي إنسان مريض في قرية وعنده أمراض وبتاع وأنا مش هعالجه، طب هو هينتج إزاي؟ مش هيبقى منتج خالص حتى ولا يفكر في أمل إن هو يقدر يعمل حاجة صحيح. إنما كون المبادرة دي تيجي وتراعي كل جوانب أو المشاكل المتعلقة بالمجتمع في هذا القرية أو هذا القرى وتحل كذا مشكلة واحمر واحدة، يعني بتدخل في مستشفيات بتعمل
قرى عشوائيات بتنفذها مساكن بتنفذها. ممكن تعمل مكاتب بريد، ممكن تعمل بنوك، ممكن تعمل انترنت، ممكن تعمل صرف صحي، وده مهم جدا طبعا طبعا. فدي حسست انه الشعب فعلا انه هناك اهتمام من الدولة والإرادة السياسية اللي كانت متروكة فترات طويلة بلا تفكير، انه هناك امل فعلا في احياء الصعيد. طيب امبارح كان في تعليق سيادة الرئيس تفضل بيه واتكلم على انه من خلال الرقم، قال انه في مصر في 1473 شركة مصرية حجم تداولاتها كان بيتجاوز 1100 مليار. ايوه. واتكلم عن انه لازم يبقى فيه مشاركة مجتمعية، وانه تعالوا نتخيل لو الشركات دي يعني مش احنا دلوقتي ما بنتكلمش على المشاركة البيزنس مع الدولة، لا مشاركة مجتمعية. تعالوا نتكلم ان الشركات دي كلها لو كان لكل شركة دور مجتمعي وتطوعي في عمل مشروع معين او انجاز معين او حاجة معينة، احنا هنحقق فعلا مشروع ومبادرة حياة كريمة دي في فترة زمنية قياسية، وهيبقى في توزيع ادوار محترم جدا. هو الحقيقة اللي طرحه السيد الرئيس امبارح هو درس لكل مستثمر وكل وشعب مصر عامة، لان هو قال حاجة، يعني هو قال لك انا مش حايش حاجة عن حد. صحيح. يعني قبل ما تكون في شركات هقول على حاجة تاني، قال لهم انا عندي الاف من الافدنة مجهزة، خدوها واستثمروا فيها، خدوها واستثمروا فيها، بدل الدولة تقريبا الفدان ب 250 الف جنيه بيكلفنا من 250 ل 300 الف، خدوها مجهزة واستثمروا فيها. فهو عايز فعلا يشجع المستثمرين ان هم يشاركوا مشاركة حقيقية في المساهمة ما في الدولة، وفي نفس الوقت هم بيكسبوا. فكون المجتمع المدني اساسا لازم يساهم في الـ 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 الاقتصاد المصري، ويساهم في غلاء هذه المعيشة، وازاي يشغل الشباب. بس الحقيقة المستثمرين بيعملوا قدر ما يمكن. يعني ما انت عارف لو انت اتكلمت على القطاع الخاص مشغل كم الف واحد، ده في ناس بتهاجم اصلا المستثمرين. انا عايز اقول لك بقى بصراحه، يعني هل نحن نمتلك رجال اعمال زي طلعت حرب اللي كان بيستثمر وكان بيشتغل في اشياء حيويه استراتيجيه مختلفه ومتنوعه بتبني البلد؟ النهارده المستثمر عايز ارباح سريعه، وبالتالي بيبتعد عن حاجات أرباحها بتيجي بعد فترة بالزبط. بس بتهم الاقتصاد بتاع الدولة طبعا. وبيلجأ أو بيروح للاستثمارات السريعة طبعا. والخدمية طبعا. اللي بتدر أرباح بشكل سريع طبعا طبعا. اللي عايز أقول لك إنه الحقيقة الحاجات اللي بتتعمل دي هتعمل اقتصاد تنمية حقيقية في المحافظات، حياة كريمة. والمشروعات اللي اتعملت وعملها الرئيس في صعيد مصر، يعني الطرق والمحاور اللي بتتعمل دي بتلعب دور تنموي قوي طبعا جدا. أكيد جدا أكيد. بغض النظر ان هي طريق توصلك من مكان لمكان، لا انا بتكلم على تنمية وتنمية على جوانب هذا الطريق وتوصيل. يعني انا عندي النقل حتى في المستثمرين كان له تكلفة عالية جدا، ان انا بنقل المنتج لمكان، كمان بنقولك من مجمع من مكان انت فيه بتستهلك فيه رقعة زراعية ممكن تستغلها استغلال امثل. نعم. وتروح مجمعات المجمعات المجتمعات العمرانية اللي عملها الجديدة، ما هو دي مهمة جدا، ان انا بنقل واحد عنده حاجة ممكن يستثمرها في هذا المكان وحط عليها موقع. صحيح. فلغى الاستثمار، فانا بنقوله بالاضافة ان انا بعمل لك فيها طرق، بعمل لك فيها خدمات، بعمل لك فيها مستشفيات. فالحقيقة دور قوي جدا وتاريخي في النهوض بالصعيد. وبعدين الصعيد مش قليل، ده الصعيد 45% من 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 جمهورية مصر العربية طبعا. فكان المفروض ده يحصل فيه من زمان. يعني احنا بنشيد بدور الدولة الحقيقة، وعايزين المزيد عشان تبقى عارف، يعني ده احنا عايزين اكتر من كده عشان فعلا هو اتجه الاتجاه للصعيد وده الحقيقي نفذه. يعني بالتأكيد. هو طبعا سيادتك اتفضلت دلوقتي بيتكلم عن الخروج من الوادي الضيق والأماكن القديمة في السكن إلى المجتمعات العمرانية الجديدة، وبقاء الأراضي الزراعية زي ما هي نحافظ عليها، لأن هي استثماراتها في الزراعة أسهل على الدولة وأسهل على الأفراد. هل نحن من ناحية ثقافة
المواطن المصري او الراجل المصري اللي عنده حتة ارض يبني له حتة بيت عليها بس ولاده بيكبروا وهو عايزهم جنبه، هل ممكن نتغلب ونغير الثقافة دي ده؟ عشان نغيرها نعمل ايه؟ الفكر ده او اللي بتكلم فيه ده اتكلم فيه السيد الرئيس، بس انا عايز اقول لحضرتك حاجة. هو انا عندي هو مش هقدر الوم اللي عمل كده الحقيقة. ليه ما اقدرش الومه؟ لانه ما كانش فيه حاجة بديلة ليه، للراجل الفلاح اللي هو بنى على بيته على بيته ما كانش فيه بديل ليه. انما دلوقتي اقدر الومه لسبب معين لان انا عملت له بديل. انما زمان وفي العقود اللي انت بتتكلم عليها طب هيروح فين؟ ما هو ما عنده البيت وعنده حته الارض بتاعته عشان يروح مكان، فما كانش هيروح غير في نفس المكان ده. انما دلوقتي خلاص، يعني السيد الرئيس لما بيقول انا عملت عشان اشيلك من المكان ده وحطك في مكان مهيئ تماما وتستغل انت وولادك المكان ده كاستثمار. يعني بدل ما تبني فيه بيت وتضيع الرقعة الزراعية المكلفة، طب ما انت روح مكان مؤهل انا عملته لك واستغل هذا الكلام في حتى في استثمار بالنسبة لولادك على قد ما تقدر يعني. فده يعني حاجة مشرفة ومشجعة وحاجة بتدي أمل فعلا طبعاً. ان هم يفكروا صح وينتقلوا الى الاماكن. انما لو ما كنتش عملت اماكن وانا اتكلم للصوت. لا وغير كده الموضوع محتاج شغل كتير قوي بقى من وزارات طبعاً. وحقائب وزارية محددة تحط استراتيجية لسبع خمس سبع وزارات علشان تغير الثقافة دي عند الناس، او مش هتتغير بين يوم وليلة. لا طبعاً. ولا في لا سنة طبعاً. لا طبعاً. ثقافة الاستقرار دامت مئات السنين عند المصريين. هو بيحب الاستقرار، يعني مجتمع زراعي يحب يبقى عند ولاده وعند أهله قريب منهم، فده محتاج شغل. عايز أسأل حضرتك إيه أهم المجالات اللي ممكن يبقى فيها استثمار في الصعيد؟ صعيد يعني صعيد مصر في المدن الصعيد الموجودة فيه تشتغل فيه كل قطاعات الصناعة، بمعنى أنه على فكرة كل محافظة من محافظات صعيد مصر فيها مادة خام وموارد طبيعية مختلفة عن الأخرى، والمادة الخام ممكن تشغلها في الصناعة وتستغل الأيدي العاملة، يعني فيها ميزة تنافسية في مشروعات حرفية كتيرة جدا في الصعيد. اللي يهمني أكتر هو استغلال النشاط الزراعي في الصناعة، لأن أنا عندي مساحات كبيرة من الزراعة والخضر والفواكه والحاجات دي، دي أنا عايز أدخلها الحقيقة في الصناعة هتبقى قيمة قوية وقيمة مضافة للاستثمار. يعني صناعات تكميلية على هامش الزراعة بالظبط، يعني مثلا قصب السكر مصنع سكر، قصب السكر وهكذا، الطماطم الفواكه النباتات العطرية، كل الحاجات دي بتدخل في الصناعة. يهمني أكتر تاني هو تشغيل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في صعيد مصر والمتناهيات الصغر. ليه؟ لأنه دي يعني كل المشروعات دي أقل تكلفة بالنسبة للناشئ اللي عايز يعمل مشروع، أقل تكلفة ما فيهاش خطورة كتيرة، ممكن تشغل عدد كبير من العمالة، المردود بتاعها قريب جدا مش على الـ على الـ على اللونج تيرم يعني. فده بتدي نقدر نستغلها في القرى والمحافظات والنجوع، لأنه ممكن في المراكز أعمل مصانع أشغل أبناء المراكز وولادهم وأسرهم، وده بتعمل حد من البطالة وتشغيل عدد كبير من العمالة بطريقة. أستاذ علي، هل لسه الشاب الصعيدي بيحب الشغل زي زمان والصورة الذهنية اللي موجودة، ولما بيجي بيسافر القاهرة في فترة زمنية ما شاء الله بتلاقيه بيحقق نجاحات وبيمتلك يعني مشروعه الخاص بيه وبيكبر في فترة زمنية قياسية، ولا علشان المجتمع والشباب تغير والتكنولوجيا والنت والكلام ده كله أصبح ما بقاش زي زمان؟ لا أقول لك بصراحة يعني. والله بص، هو كان تفكير الشباب زمان إن هم يلجوا إلى العمل في القطاع العام بعد ما يتخرجوا. ولكن أقول لك حكومة شغلة مين بالضبط. ولكن اتجه الشباب دلوقتي إن هو يشتغل في المشروعات الخاصة. فانت عارف بطبيعة الامر انه صعيدة بيحاربوا ويجاهدوا عشان يعيشوا حياة كريمة، ولكن كان قدامهم مفيش سهولة انه يقدر يعمل مشروع ويعمل ليه لسبب، لانه كانت في حاجات غير مؤهلة ليه، يعني ما قدرش كان ياخد قرض، ما يقدرش كان الروتين والبيروقراطية. دلوقتي المبادرات اللي دخلت دي، مبادرة البنك المركزي وكذا مبادرة بتاعت الصندوق الاجتماعي،
او عطت دفعه لانها بفايده اقل، عطت دفعه لاي شاب ان هو يقدر يشتغل، وعلى الدوله بقى ان هي ترشد هذا الشباب على ايه المشروع اللي ممكن يعمله عشان ما يدخلش فيه ريسك ويقف. هل انتوا في اتحاد المستثمرين بتوفروا قاعده معلومات، قاعده معلوماتيه للشباب اللي عايزين يستثمروا او ما عنده مشروعات صغيره نفسه يعمل مشروع خاص؟ ده احنا في اتحاد المستثمرين احنا بنقول له كمان ايه اللي ممكن تعمله. وانا كعضو مجلس اداره في اتحاد المشروعات الصغيره والمتوسطه ايضا بيقدر يقول له ممكن ايه المشروع اللي تعمله، ممكن تجيب الاله دي اللي هتعملها منين اقل تكلفه. كويس جدا. فده ده 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 ده, ده المفروض اللي احنا نعمله واحنا بنعمله. وبنقول له ايه اللي كمان المصانع والمشروعات اللي ممكن تشتغل فيها عشان تقدر تدر ربح ليك وتقدر تشتغل وما تقدرش تدخل في مخاطره. هل بتنظموا مؤتمرات او فعاليات من قال لاخر في الصعيد على مستوى الصعيد؟ احنا دورنا في اتحاد المستثمرين، الاتحاد المستثمرين ده بيغطي 50 جمعيه مستثمرين، 45 جمعيه مستثمرين، 45 جمعيه. هي بنحل مشاكل، بنعرف ايه مشاكل طبعا كل جمعيه فيها 2000 عضو 1000 عضو مستثمر. نعم. فبنعرف ايه المشاكل المتعلقه بالاستثمار على الطبيعه ونوجهها للمعنيين بالاستثمار من الساده المسؤولين في الحكومه لحل هذه المشاكل. فبطبيعه الامر احنا عارفين كل المشاكل المتعلقه بالمستثمرين. ايضا الشباب اللي عايز يستثمر يستثمر ايه، يعني ما اقدرش نكرر مشروعين 3 4 عشان هنقول له انت ممكن ده تفشل فيه لانه متكرر ومعمول بطريقه ثانيه. فخليك في المشاريع دي اللي ممكن، وفي شباب ممكن تعمل مشاريع كتير. طب لو حبينا ندي يعني روشته كده سريع لمشاريع. مثلا لمجموعه مشاريع او نوعيه مشاريع معينه مثلا في اسيوط او في سوهاج او في قنا. سوهاج اسيوط بت 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 بتعيش ممكن تعمل مشروع على المشروعات الحرفيه. تستغل المواد الحاجات الحرفيه اللي موجوده. ممكن تعمل زي ايه الحرفيه؟ يعني اصلا عندي السجاد والكليم والحاجات الفخار. الحاجات اللي هي بتقوم فيها الدوله. نيجي المنيا مثلا فيها الحجر الجيري ده. بيطلع بطريقه عشوائيه وتكون بطريقه عشوائيه. ممكن يدخل في كذا منتج. بس انا عايز اقول لك مشروع للشباب، انا قدامي مشاريع كتيره للشباب. انا شفتها، يعني اقول لك مثلا هو عود الكبريت ده. ما هو ده ممكن يعمله شباب. الاستيكه والقلم ما ممكن يعمله شباب. البالونه اللي بتتباع دي من الصين ما ممكن يعمله شباب. تدوير المخلفات اللي موجوده ما ممكن تعمله شباب وتطلع منه منتج تام. نعم. حاجات كتيره جدا للشباب، انهم التعبئه، المواد الغذائيه ما ممكن تعمله شباب. التغليف والتعبئه وسهل جدا انه اي حد يعمله. فعايز اقول لك مشاريع كتيره جدا ممكن تتعمل والشباب يفكر فيها. هل في تنسيق ما بينكم وما بين جامعات الصعيد؟ طبعا جامعه الصعيد صرح كبير جدا. احنا بنقدر جامعه اسيوط احنا بنقدر نستفيد منه خبرات. يعني حتى في التدريب، يعني ما يهمني برضو تدريب الشباب، حتى الشباب اللي عايز يشتغل عندك في العمالة. أيوة. لازم يكون مؤهل لسوق طبعًا. العمل طبعًا. وانت عارف كان التعليم الفني ما فيهوش حد بيطلعه مؤهل لسوق العمل. دلوقتي الريدي فيه، يعني احنا في اتحاد المستثمرين متبنين حاجة اسمها اللي كانت مبارك كل سابقا اللي هو تدريب الشباب في المصنع لمدة 4 أيام ويومين في المدرسة، ويطلع دارس ايه اللي عمله انه يشتغل عندك. فاحنا بندرب ناس كتير وبرضه بمساهمة الجامعة، يعني الجامعة بتدينا فكر قوي عن التأهيل الشباب، لأن هي عندها الكوادر وعندها الإمكانيات إن هي تدرب شباب مؤهل لسوق العمل في صعيد مصر أو في مصر كلها. نعم. من الأرقام اللي تم الإعلان عنها إنه في 115 منطقة غير آمنة في الصعيد، وإنه في 132 ألف فدان من المناطق غير المخططة. طب ده مجال استثمار بقى يعني هايل جدا في مجال الزراعة. طبعا لا شك. وعايز يستغل الاستغلال الامثل. طبعا عايز يستغل الاستغلال الامثل. ونعتقد انه اجهزه الدوله هتقدم يد العون لاي مستثمر. اكيد. هل احنا محتاجين، احنا عندنا القدره القدره في مجال المستثمرين المصريين، ولا احنا محتاجين مستثمرين اجانب؟ المدن الصناعيه في الصعيد 35 مدينه صناعيه فيها بنيه تحتيه كويسه جدا. كون ان انا عملت المقاومات اللي بقول لك عليها دي، طرق وكهرباء ومواني و... 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 و...
كل مقومات مهيئ مناخ الاستثمار فسيق تماما ان انا كمستثمر اجنبي هاجي هستثمر عندك. طب انا عندي شركات جات من الوجه البحر راحت الصعيد، بس راحت امتى؟ لما لقيت هناك مناخ مؤهل. ايوه اصل انا ما تجيبنيش في منطقه وما فيهاش نقل، ما فيهاش طرق، ما تجيبنيش منطقه ما فيهاش مواني، ما تجيبنيش في منطقه ما فيهاش كهرباء. ده انا عندي دلوقتي محطه كهرباء اتعملت في محافظه الصعيد، محافظات الصعيد وخاصه في اسيوط، كانت هتغذي كل المدن الصناعيه وتصدر كمان، ان لانه دي مقاوم قوي من مقاومات الاستثمار. انا هتجيبني في مصنع وما فيهوش كهرباء طبعا. صحيح صحيح. فثق تماما لو ما اشتغلوش ابناء الصعيد ومستثمري مصر في هذا المناطق مش هتلاقي مستثمر اجنبي يجي. صحيح. وما كانش مناخ مؤهل للاستثمار مش هتلاقي مستثمر اجنبي يجي. عشان كده بنقول هي دفعه تنمويه قويه لاستغلال هذا المدن الصناعيه اللي موجوده الحقيقه، سواء تشغيل ابناء الصعيد او مستثمار اجنبي، لانه الاستثمار الاجنبي حتى لو هيرجع بمردود على ابناء الصعيد بالظبط يعني. صحيح. صحيح. المجمعات الصناعيه اللي اتعملت الجاهزه دي دي حاجه مشرفه جدا ومشجعه جدا. انا بعمل مصنع جاهز بكل معداته وبكهربته بكل حاجه، وبقول للشباب اللي هم الستارت اب اللي عايزين يشتغلوا تعالوا مصنعكم هو، بدل ما كلفوا تكلفه بنيه وكمباني والات ومعدات، فحاجه يعني مشرفه الحقيقه. احنا منتظرين الايام القادمه ايضا القريبه القادمه هيبقى في مزيد من الافتتاحات، وهي بتدور في الاروقه مصطلح اسبوع الصعيد من الافتتاحات، ده شيء مشرف ومفرح جدا. والنهارده كمان هيبقى في برضو بعض الافتتاحات ان شاء الله اللي هنتابعها بحضور سياده الرئيس. عايز اتكلم على المناخ التشريعي في مجال الاستثمار. هل وصلنا الى وضع تشريعي مكتمل من الناحيه القانونيه يطمئن المستثمر فيه على ماله، خاصه اللي بيبقى جاي من بره؟ لا، هو يطمئن على ماله. قانون الاستثمار الجديد اللي اتعمل ده هو فعلا في تشريع بيطمن المستثمر على ماله بالفعل، سواء في حاله الدخول او في حاله الخروج. ولكن هناك حاجات برضه عقبات، يعني عايز اقول لك يعني وبيعاني منها المستثمرين على مستوى الدوله مش الصعيد بس يعني، ودي محتاجه تشريع الحقيقه. يعني لما اجي افرض ضرائب عقاريه على المدن الصناعيه فدي مكلفه جدا. انت بتفرض على ضرائب عقاريه على وحدات منتجه، لما تيجي تفرض ضرائب عقاريه افرض ضرائب عقاريه على واحد قاعد في شقه بيأجر شقه بيأجر عماره بيأجر، انما الضرائب العقاريه على المستثمر وفي المدن الصناعيه في الصحراء وهو اساسا وحدات منتجه، فدي كانت خطأ الحقيقه، خطأ قانوني ودستوري وتشريعي. فده احنا بنطالب الحقيقه بإلغائها فعلا، لان هي متمثل عبء على المستثمرين، وبالذات لانه تراكمت عليهم الضرائب العقاريه من فترات سابقه من ساعه ما بدأت المدن الصناعيه، وهم لا يدركوا ان هناك ضرائب عقاريه على المستثمرين. فدي في بعض الحاجات ممكن تتعدل، وانما ما اقدرش اقول ان قانون الاستثمار آمن. لا، قانون الاستثمار في مصر آمن طبعا جدا، سواء لمستثمر مصري او مستثمر اجنبي. هل قمتم باي مبادرات خاصه بيكم باقتراح قوانين معينه او تشريع؟ لا، ده احنا اتكلمنا على الضرائب العقاريه دي مرات وعد وكذا، يعني اتكلمنا مع السيد رئيس الوزراء واتكلمنا مع السيد وزير الماليه اكتر من مره، وقلنا ولكن السيد وزير الماليه كان رده ايه؟ كان رده ان هو يعني هيحاول يضبطها بطريقه مناسبه، يعني بتبقى يعني يحد منها او يقننها يعني. احنا كان هدفنا الحقيقي انها تتلغي خالص. هي نسبتها قد ايه؟ لا، هي المشكله ان هي بتتاخد بطريقه عشوائيه على المتر في المصنع، فبتبقى الحقيقه مكلفه يعني مش يعني عايز اقول لك 2.5%. هل من السنه الاولى للاستثمار ولا بعدها؟ لا، ده من السنه الاولى للاستثمار. ده انا عايز اقول لك هي متطبق دلوقتي باثر راجع على المستثمرين اللي بداوا. فهي عقبه يعني الحقيقه. وبعدين هي يعني يلزمها، يعني عايز افهم يلزمها. أيوة. يعني انت بتاخد مني ضرائب عقاريه على مثلا ليه؟ بتسيبني اشتغل، لانه خلي بالك ما الرئيس عمل المدن الصناعيه دي بحوافز قويه جدا، يعني انا عندي الارض بالمجان. صحيح. عندي الارض بالمجان بالفعل. يعني انت اي واحد مستثمر يجي ياخد ارض اهو ببلاش، ابني واشتغل. بس بلاش تقدر تفرض عليا ضريبة عقارية، ما اكمل بقى. صحيح. انا بشكرك جزيل الشكر استاذ علي حمزة، نائب رئيس اتحاد المستثمرين ورئيس جمعية مستثمري اسيوط. شكرا جزيلا على هذا اللقاء وصباح الخير. اهلا بك. مشاهدينا الكرام ابقوا معنا وتابعوا هذا التقرير، ثم نعود مرة اخرى.